ما العلاقة النسبية بين السيدة خديجة عليها السلام والرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اختار من النساء أربعة: مريم وآسية وخديجة وفاطمة. ما هو الجهاد الذي تحملته السيدة خديجة؟ ذكرى وفاة السيدة خديجة عليها السلام مع سماحة السيد ميثم المحافظة، الليلة في مأتم المرخ.